بات الطب الشرعي يلعب دورا بارزا في الكشف عن الجرائم الجنائية الغامضة التي يعجز التحقيق عن كشفها ومعرفة ملابساتها، كما قلل من إحالة الكثير من القضايا وتقييدها ضد مجهول. يهتم الطب العدلي بدراسة العلاقة بين الوقائع الطبية والنصوص القانونية عن طريق التشريح والتحليل وفحص جميع الآثار التي تترك في مسرح الجريمة أو المتواجدة على جسم الضحية. وتأخذ المحاكم الفلسطينية بتقرير الطب العدلي كأحد البينات القوية في القضايا الجنائية. هنا في مركز الإعلام القضائي تعقد ورشة حول ذات الموضوع، حيث قدم الدكتور صابر العلول مدير مركز الطب العدلي في جامعة أبو ديس عرضا أوضح فيه دور الطب العدلي في الإثبات القضائي. الأدوات هاي تبين من خلال البينة الطبية اللي احنا بنسميها ميديكال ايفيدنس، اللي هي الدلائل الطبية أو الدليل المادي الطبي. فالدليل المادي الطبي هي عبارة عن الجروح والإصابات اللي بنذكرها في التقرير، كان للأحياء أو للأموات. من جانبه أوضح القاضي بلال أبو هنتش أن هناك نقصاً كبيراً في عدد الأطباء العدليين في فلسطين، مطالباً بوضع حوافز لتشجيع دراسة الطب العدلي بخاصة من قبل الإناث. بحاجة لمختبرات الطب العدلي والجنائي، لأنه عندنا نقص كثير في خصوصاً في الكادر، بحاجة لتأهيل كادر للعمل في هذا الإطار، بحاجة لتأهيل كادر للعمل في مسرح الجريمة ذاته. ورغم التطور الذي شهده الطب العدلي في الفترة الأخيرة، غير أنه ما زال يفتقر إلى الكوادر الطبية المؤهلة والمتخصصة، إضافة إلى النقص في المعلومات. زيادة الأخصائيين في المجال الطبي الشرعي، وبحاجة إلى أخصائيين في التحقيق في مجال بصمات الأسلحة، في حاجة إلى في بصمات الأصابع، في كل ما يتعلق في الأدلة العلمية. وبحسب آخر إحصاءات دائرة البحث الجنائي في وزارة العدل، فقد أظهرت تشريح 131 حالة، فيما بلغت عدد حالات الكشف الظاهري على الجثث ما يقارب 74 حالة، وبلغت الحالات التي أحيلت إلى الطب العدلي بخصوص الاعتداءات الجنسية 55 حالة. أيسر البرغوثي، تلفزيون القدس. القدس.com